مرحباً أصدقاء، إذا كنت تريد إطلاق سراح أورهون من السجن، وأيضاً إذا كنت تريد أن تكون هيرا حاملة في الموسم الجديد، فلنضغط على زر الإعجاب ونرى رقمنا. هل سينفصل أورهون وهيرا في حلقة الموسم الجديد؟ هل سيبدأ الحب بين هيرا وأورهون من جديد؟ هل ستعاقب عفيفة؟ في أي يوم سيكون تاريخ الموسم الجديد؟ هنا سأجيب على جميع أسئلتكم أيها الأصدقاء في حلقة الموسم الجديد من مسلسل نيزرايت. ستكون هناك مفاجآت رائعة في انتظارنا جميعاً، لأن حلقة الموسم الجديد من مسلسلنا تأتي بضجة كبيرة، ولهذا تنتظرنا مشاهد متفجرة في حلقة الموسم الجديد من مسلسلنا، لأن الموسم الجديد يعني مواضيع جديدة. وفي الموسم الجديد سنشاهد حب هيرا وأورهون كما كان في اليوم الأول. سنرى هيرا وأورهون منفصلين مرة أخرى في الموسم الجديد. تصرفات عفيفة الشريرة ستتسبب في انفصال هيرا وأورهون. في البداية ستجعل عفيفة حراء يعيش حياة أسيرة، ثم عفيفة سوف تهين حراء وتهينه. وفي حلقة الموسم القادم سيعتقد أورهون أن هيرا يخونه بسبب خروجه من السجن. ستلاحق عفيفة الأفعال الشريرة مرة أخرى وتقول إن حراء حملت من شخص آخر. لذلك كما ترون سيتم إعادة تشكيل حياة هيرا من البداية. لكن لحسن الحظ عندما يخرج أورهون من السجن سيصبح عدوا لحيرا مرة أخرى. وبفضل عداء أورهون تجاه هيرا ستظهر الحقيقة مثل ضوء النهار. عفيفة ستعاقب عندما تظهر الحقيقة. من ناحية أخرى سيقبل أورهون ويحتضن ابنه من حراء، ولكن دعونا لا ننسى هذا الاحتمال. إذا لم تنجب حراء ولدا في الموسم الجديد فإن موضوع مسلسلنا سيكون فقط عن الفراق، فيعتقد أورهون أن هيرا خانته ويغضب منها مرة أخرى. ولكن عندما تظهر الحقيقة سيجتمع هيرا وأورهون مجدداً. منذ أن تم لم شمل هيرا مع أورهون سوف تنسى كل آلامها وتبدأ بدايات جديدة في حياتها. لكن الأشخاص الذين يفعلون شراً جديداً سيأتون إلى المسلسل. مع وصول هؤلاء الأشخاص ستبدأ الصعوبات بالنسبة لأورهون وهيرا، وسيكون اختبار حراء أكثر صعوبة في الموسم الجديد. عندما يغادر نان ونورشا المسلسل سيتم جلب ممثلين جدد. مع وصول هؤلاء الممثلين سيبدأ الحب الجديد في المسلسل. هذه المحبة سوف تلون السلسلة. إذا لم يطرأ أي تغيير على موعد الموسم الجديد لمسلسلاتنا فستبدأ سلسلتنا يوم 32 سبتمبر، ولم يتم إصدار المقطع الدعائي للمسلسل بعد. ولهذا السبب سيتم عرض مسلسلنا على الهواء في أوائل شهر أكتوبر على أبعد تقدير. لذلك حلقات جيدة جداً ستنتظرنا جميعاً في الموسم الجديد. إذن هل تعتقدين أنك ترغبين في رؤية هيرا وهي حامل في حلقة الموسم الجديد من مسلسلنا؟ وسأنتظر تعليقاتك أدناه. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا القسم أيها الأصدقاء. للمزيد من الفيديوهات لا تنسوا الاشتراك والإعجاب وتفعيل التنبيهات وترك تعليقاتكم. اعتني بنفسك، نراكم مرة أخرى.